السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو نموذج أسئلة التربية الإسلامية للصف الأول المتوسط نهاية الكورس الثاني. هذا النموذج استفادوا من عنده دور ثاني الكورس الثاني إسلامية أول متوسط، إن شاء الله تستفادون من عنده. واللي بعد ما ممتحن مادة التربية الإسلامية، فهذا السؤال الأول، عرف المد الطبيعي وعدد حروفه. أو السؤال الثاني جايبين سورة الفجر وسورة البروج. السؤال الثالث المعاني. والسؤال الرابع اكتب ما يرشد إليه الحديث في سورة الفجر. ولماذا أقسم الله تعالى بالسماء ذات البروج وما المقصود باليوم الموعود؟ والسؤال الخامس التربية الإسلامية، بين أهمية القرآن الكريم في حياتنا وما نوع العبادات تذكرها مع الأمثلة. مرت الدعوة الإسلامية بمرحلتين عددها، ما أقسام الطهارة؟ أكتب حديث نبوي شريف في النهي عن الحسد. وما اسم أبي بكر رضي الله عنه ولماذا سمي بالعتيق؟ اذكر الأسماء التي اشتهر بها.